العصبة النسبية. والعصبة النسبية كما يظهر من اسمها أنها عصبة بحسب السبب، بحسب النسب. يعني أن هؤلاء ينسبون إلى المتوفى. وعلى هذا فالعصبة النسبية إنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس هي عصبة ذكور فقط، يعني لا توجد أنثى عصبة نسبية أبدا، كلهم عصبات بمحض الذكور. وإذا تخللت أنثى بين العاصب بنفسه وبين المتوفى لا يكون عاصب بالنسب، وإنما يجب أن يكون الصلة ما بين الوارث والمتوفى إما صلة مباشرة وإما بواسطة الذكور، لا يتخلل بينه وبين الميت أنثى وحدها. يعني العاصب هو ذكر فقط، ذكر فقط، نعم، والصلة بينه وبين الميت إما أن تكون صلة مباشرة أو ذكور، أو صلة فيها ذكور، نعم، لا تكون أنثى وحدها. والعصبة بالغير هي عصبة إناث بذكور، وهي عصبة البنت مع الابن الصلبي، أو بنت الابن مع ابن الابن، أو الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، أو الأخت الأب بالأخ الأب. يعني بقت عصبة بوجود غيرها، عصبة بوجود غيرها من الذكور، نعم، ولذلك تسمى عصبة بالغير. يعني أنه لولا هذا الذكر لما كانت هذه عصبة. نعم. والقسم الثالث هو العصبة مع الغير، وهي عصبة إناث مع إناث، وهي عصبة الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع الفرع الوارث المؤنث، البنت الصلبية أو بنت الابن. وعلى هذا إذا أردنا أن نلحظ ملاحظة يعني تجعلها أقرب إلى الفهم وإلى الحفظ بغير تعب، نستطيع أن نقول عصبة ذكورية فقط، أيوة، وعصبة ذكور مع إناث، وعصبة إناث فقط. نعم. يبقى ذكور فقط وإناث فقط، وبينهما ذكور وإناث. الذكور فقط عصبة بالنفس، نعم، وذكور بإناث، إناث بذكور هي العصبة بالغير، نعم، وإناث فقط هي العصبة مع الغير، نعم. طيب إذا كان عندنا عصبة من الذكور فقط وهو العاصب بالنفس، أولا العاصب بالنفس هو الذي لا يحتاج في عصوبته إلى غيره، هو لوحده عاصب. يعني مثلا عندنا الابن عصبته بنفسه لا يحتاج إلى غيره حتى يكون عصبة، نعم. الأب أو الجد الصحيح عصبة بنفسه لا يحتاج إلى غيره حتى يكون عصبة، كذلك العم الشقيق، الأخ الشقيق، الأخ الأب، كل هؤلاء عصبات بنفسه، يعني لا يحتاج إلى غيره حتى يكون عصبة. ولكن إذا وجدناه من بين الورثة نقول هذا عاصب بنفسه وحده، نعم.